اول حاجه يا دكتور حابه ابتدي بيك معاها، عرف لنا كده ايه هي الاضطرابات الشخصيه. طيب احنا لازم نبقى فاهمين ان بوجه عام كلنا عندنا سمات شخصيه، مفيش حد ما عندوش سمات شخصيه. الفكره ان السمات الشخصيه دي حاجه اللي تميز كل شخص عن اخر. فببساطه كده انا عندي بعض السمات، السمات دي المفروض ان هي بتكون جزء من شخصيتي، افكاري، معتقداتي، المفروض ان انا بعرف اتفاعل بيها مع المجتمع والحياه، فبعرف اتكيف واتاقلم واعمل علاقات مفروض سويه مستقره عشان تبقى حياتي مستقره بوجه عام. فنيجي نقول الاضطرابات الشخصيه بيبقى في بعض السمات بتتكون عند شخص معين، وابتدي طبعا مهما كانت عندي السمات اي حاجه تاثر حياتي وبيتي وشغلي يبقى انا كده عندي مشكله. أوكي. لكن كلنا بسمات الشخصيه بتاعتنا بنتعامل عادي عادي، فاحنا كلنا بنتفاعل مع المجتمع بنروح وبنتعامل مع اهلنا، لكن اول ما ابتدي حياتي وبيتي وشغلي يبقى فيها مشاكل بقى، يبقى انا كده عندي مشكله. طب يعني معلش هستاذنك كده، قسم لي الاضطرابات الشخصيه من الاكثر خطوره للاقل. طيب احنا بنقسمهم بمجموعات، ان عندنا مجموعه A و C و ا و ب و ج، اللي هي المجموعه الاولانيه طبعا اللي هي المجموعه اللي بيسموها الحاجات اللي هي علاقه بالحاجات المختلفه، او زي المجموعه اللي هي الشخصيات اللي هي الشكاكه او الشخصيات الفصاميه او شبه فصاميه. ودي مجموعه بتبقى برضو موجوده قليله شويه، بيبقى وجه عام بيبقى مهتمين، والشخص ما بيحبش التعامل مع الناس، بيبقى شخص منزوي ليه افكار مختلفه. قولنا اساميهم كمان يعني. تمام الفكره اللي هي التصنيف، هي طبعا بالنسبه لنا عشان خاطر اللي هي الشخصيات اللي هي البارانويد او الشخصيه الشكاكه. عندك شخصيه اسكيزويد وسكيزوتايبل، الفصاميه شبه الفصاميه، هما متشابهين ببعض شويه. اضطرابات شخصيه ولا دي اضطرابات عقليه؟ هما قريبين شويه، لما الاعراض بتزيد او ساعات بتتحول من سمات شخصيه ممكن مرض نفسي زي الفصام يظهر. عشان كده مش حزينة عشان الناس ما تتلخبطش في الموضوع، هي بعض السمات الموجوده بس مش كل حد متشكك معناها ان هو شخصيه. يعني احنا بس بنقول دي بعض السمات اللي بتجمعهم. طيب في المجموعه الجي بي، ودي الاكثر موجوده واكثر تفاعلا في المجتمع بوجه مؤخرا، اللي هي شخصيه عدوه المجتمع، الشخصيه اللي هي الشخصيه الحديه، الشخصيه الهستيريه، والشخصيه اللي هي النرجسيه. اوكي. وكل واحد يتميز بعض الحاجات بتاعته. فكره المجموعه دي بيبقوا بوجه عام مشكلتهم في المشاعر الزياده او المشاعر والتقلبات المزاجيه بتاعتهم. وصعب طبعا بيبقى نوعا جزء العنف بتاعهم بيبقى عادي شويه. اوكي. في المجموعه الثالثه اللي هي مجموعه ايه؟ الشخصيات اللي هي القلوقه، الشخصيه التجنبيه، الشخصيه الوسواسيه، الشخصيه الاعتماديه. ودي موجوده برضو في المجتمع، فكره ان السمات دي بتبقى يبان لك هذا الشخص بيبقى ايه. طب انا بيفرق معايا ايه في الكلام ده؟ انا كشخص عادي بيفرق معايا ايه؟ انا يفرق معايا طبعا اهم حاجه اكون عارف نفسي، عارف نقط ضعفي، عارف مميزاتي، عارف عيوبي، عارف اتعامل مع شكلي كمان. ساعات بقى بيفرق معايا في المدير بتاعي او الشخص الشريك حياتي او الشخص اللي بتعامل معاه، الشخص اللي انا بتعامل معاه او ولادي او اخواتي او اي حد بتعامل معاه، وفي سمات من الشخصيه دي انا مش عشان اقعد اشاور عليه اقول له انت كذا انت كذا، لا، وعشان اعرف اتعامل معاه ازاي، اعرف هو عايز ايه او عايز يوصل لايه. فساعات بيبقى من الاخر بنختصر وقت، بنختصر مجهود وطاقه، لان ساعات اقول انا العيب فيا، انا المشكله عندي، لا هو طبعا ساعات محتاج اعرف المشكله فين.